وإذا قرئ القرآن عليك فاسمع، هو دستور وحياة. الطالب عز الدين الخطيب وآيات القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر صباح الاستقلال. دعوا الأرض تزداد اتساعا والسماء ارتفاعا، فقد قررنا أن نفرح. نعم قررنا أن نفرح، ونحن نزاوج بفرحنا هذا مع أفراح وطننا والشعب الأردني بعيد الاستقلال وبمرور 100 عام على الثورة العربية الكبرى. نعم قررنا أن نفرح، نحن في المحور الإنساني للطفولة، وكيف لا وراعي هذا الفرح سعادة الدكتور حمد طارح سفير دولة الكويت الشقيقة. رحبوا معي بضيفي. وأعطي نصف عمري للذي يجعل طفلا باكيا يضحك، وأعطي نصفه الثاني لزهرة خضراء تكاد أن تهلك، وأمشي ألف عام خلف أغنية وأقطع ألف واد شائك المسلك، وأركب كل بحر هائج حتى ألم العطر عند شواطئ الليلك. أنا بشرية في حجم إنسان، فهل أرتاح والدم الذكي يسفك؟ أغني للحياة، فللحياة وهبت كل قصائدي، وقصائدي هي كل ما أملك. مع كلمة ترحيبية والدكتور أحمد النعيمي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سعادة راعي الحفل سفير دولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور حمد صالح الدعيج، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بداية يسرني أن أنقل إلى سعادة سفير دولة الكويت راعي الحفل الدكتور حمد صالح الدعيج تحيات وترحيب جميع هيئات ومجالس وإدارات ولجان المحور الإنساني العالمي لدراسات الطفولة وأبحاثها في مشارق الأرض ومغاربها، كما أتقدم بالشكر من جامعة جدارة على استضافتها الكريمة لحفل الإشهار وعلى ما وضعته أمامنا من تسهيلات، كما نشكر بلدية إربد على ما قدمته لنا من خدمات، ولا يفوتنا أن نشكر هيئة إعداد الحفل واللجان الفنية والدرامية المشاركة فيه سعادة الدكتور راعي الحفل، أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، الحضور الكرام. منذ أن غطت السحب السوداء أجزاء واسعة من بلادنا والناس يتساءلون أين المثقف العربي؟ وأين الأكاديمي؟ وأين رجل الدين المتنور العارف ببواطن الأمور
والمدرك لرسالة الإسلام والمدرك لرسالة الإسلام الإنسانية النبيلة. وأين الفنان؟ وأين وأين؟ أين كل هؤلاء مما يجري في بلادهم؟ ولماذا صمتوا فجأة وتركوا متطرفين مأجورين يعبثون بأوطانهم؟ والحقيقة أنهم لم يصمتوا، ولكن أصواتهم وهم الذين لم يعتادوا الصوت العالي ضاعت في متاهة الزحام وضجيج الأيام السوداء ومعاول الهدم التي تدعي البناء. فماذا نحن فاعلون؟ كنا مجموعة من الأكاديميين والمثقفين في أحد المؤتمرات نطرح على أنفسنا هذه الأسئلة في جلسة صفاء ومكاشفة، ولأن المتحاورين كانوا علماء فقد وضعوا أصابعهم على الأرض الخصبة للبناء. إنها الطفولة، الحلم الوحيد المتبقي لمستقبل أفضل. ولحظة إذن ارتفعت منا أصوات تقول هيا نعمل. من هنا انبثقت فكرة المحور الإنساني العالمي لدراسات الطفولة وأبحاثها كمؤسسة علمية غير ربحية بترخيص أردني وذات امتداد عالمي. فمنظر طفل يدربه متطرفون على قتل إنسان لا يكفي أن يثير سخط العالم فحسب، ولكن ينبغي أن يستفزه لوقف الجريمة أيضا. ذلك أنها ليست جريمة فردية تنتهي بنيل المجرم لعقوبته التي يستحقها، ولكنها جريمة تهدف إلى اغتيال المستقبل وما تبقى من أمل. ويتستدعي منا جميعا العمل من أجل ثقافة مضادة لثقافة التطرف وحشو الأدمغة والأجساد بقنابل والأودة. سعادة الدكتور راعي الحفل، أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، الحضور الكرام، إن غياب الروح الثقافية هو ما أوصل البلاد والعباد إلى ما نحن عليه اليوم. فعلى الرغم من أن كثيرا من الدول والمؤسسات حاولت بث الروح الثقافية من جديد في حياتنا المعاصرة المعقدة، فإنها لم تصب النجاح الذي نشدت، لا لسبب إلا لأنها لم تدرك أن وسائل التوصيل متغيرة متبدلة، وأن التأثير يحتاج إلى إبداع لا تلقين. فقد كانت تهز مجتمعنا بأكمله جريمة فردية صغيرة ويتحدث الناس فيها طويلا والألم يحتصرهم، وكان للموت مهابة، وحين تمر جنازة شخص ما فإن الجميع يطرقون احتراما لها حتى لو كان الميت عدوا لأحدهم. فكيف لنا أن نعود إلى هذه الروح الثقافية التي كانت سائدة في مجتمعاتنا؟ كيف لنا أن نوقظ إنسانية الإنسان التي أدخلها مجرمون ومتطرفون ولصوص وأصحاب مصالح في سبات؟ تعالوا نغير في الوسائل والأساليب، امنحونا الفرصة للمساهمة في فتح أبواب الحياة على الحياة، امنحونا الفرصة لإحداث التغيير المنشود، امنحونا الفرصة للمساهمة في إنقاذ مستقبل أطفالنا وبلداننا، امنحونا الفرصة لنبث الأمل بأن الغد أفضل وأجمل. وحتى نكون صريحين معكم، فإن المشاكل التي تواجه الطفولة اليوم إنما هي المؤشر الأكبر على مستقبل الأمة برمتها، كما أن المشاكل التي تواجه البلاد العربية والإسلامية لم تعد محصورة في إطارها الوطني، فكل عطب يصيب جزءا من الأمة يضرب معه أجزاء أخرى. قيل لنا سيعاملونكم كغيركم، أو كما لو كنتم جمعية خيرية تبحث عن داعميها بشق الأنفس، وسيتسلل اليأس في نهاية المطاف إلى قلوبكم كما تسلل إلى قلوب غيركم. فأجبنا، نحن لا نبحث عن مجد شخصي، وليس لنا سلطة سوى سلطة الأفكار، وللأفكار أجنحة لا تموت ولا تنكسر. كان سقراط رجلا واحدا لكنه علم أثينا كلها الأخلاق، فكيف لا ننجح ونحن فكرة في عقل أمة وللأفكار أجنحة لا تموت ولا تنكسر؟ نعم سيداتي سادتي، ما نحن بحاجته اليوم هو الأفكار الإنسانية
بوصفها الجانب الطيب فينا كبشر، فهي وحدها الكفيلة بالوقوف في وجه أفكار العنف، أو هي طائر الفينيق الذي اعتاد أن يبعث نفسه من تحت الرماد. فلا شيء سوى الأفكار الإنسانية يمكن أن يستعيد بروميثيوس وينصبه بطلاً لهذا الزمان، مستذكراً أنه ضحى بقلبه ذات يوم كي لا يجوع إنسان. خلال 6 أشهر من عمر المحور الإنساني العالمي لدراسات الطفولة وأبحاثها، فعلنا الكثير يا سعادة السفير. حصلنا على التراخيص الرسمية، ثم اجتمعنا بالجزائر وأطلقنا المحور من شمال أفريقيا، ودشنا موقعاً إلكترونياً ب3 لغات هي العربية والفرنسية والإنجليزية ضمن أفضل المواصفات العالمية، وأعددنا تقارير عميقة من عدد من دول العالم والدول العربية حول أوضاع الطفولة وقضاياها ومشاكلها، وساهمنا في معالجة مشكلات التسرب المدرسي، وما زال في جعبتنا الكثير في هذا الاتجاه. كما أقمنا أنشطة مع الأطفال المتوحدين، وكنا من روافد المؤتمر الإقليمي الرابع لمناهضة العنف ضد الأطفال الذي انعقد في دولة الكويت في الفترة ما بين 18 و20 من إبريل نيسان لعام 2016، حيث تولى عضو مجلس الإدارة من الكويت الدكتور سليمان العسعوسي الإشراف على هذا الجانب بمشاركة عضو الهيئة الاستشارية من الأردن الدكتورة إيناس أليمات. وبالإضافة لكل هذا، فإن زميلنا حسن ناجي أعد جملة من الأنشطة والمبادرات حول الطفل والتثقيف الصحي للطفل وعمالة الأطفال ويجري الإسعاف لإنتاجها. بينما تجري زميلتنا الدكتورة نغم ثامر العجيلي من العراق بوصفها مختصة بالنانو تكنولوجي ومتميزة في مجالها تجارب حول أفضل السبل لتوظيف هذا العلم في خدمة الطفولة. نعاهد الله ونعاهدكم بأننا لن نيأس مهما كانت المعيقات والصعوبات، وما نرجوه منكم ألا تتركوا هذا الحلم ينهار أو حتى يخبو بريقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هات القلم والدفتر يا تاريخ، سجل وافخر طفل بلادي يا غالي، الأرض وفطانك راح تكبر. هات الفل والياسمين وارفع للعالي الجبين، ابن بلادي ما بيلين رافع رايه وطن الأكبر. طفل سطر هذا المحور باب محبة عطرا أزهر. هذا هو نشيد المحور مع الطفل عز الدين الخطيب، فليتفضل. خطة القلم
ويبقى الخير في بلادنا، وسوف لا نمل الغناء للوطن العربي الكبير. قصيدة بانورامية عن دولة الكويت تلقيها مرام أبو رحمون. سماء الفرح، قصيدة مهداة من المحور الإنساني العالمي لدراسات الطفولة وأبحاثها إلى دولة الكويت. من أين نبدأ؟ من أين نبدأ يا وطناً بحجم القلب؟ من أين نبدأ يا وطناً بحجم القلب؟ بحجم الحب يا وطناً يمتد فينا من النبض، من النبض إلى النبض أغنيات. يا وطناً سماؤه فرح وأرضه أعراس، تعلو هامتي في الكويت وأنا أعانق الجهراء، وأعزف النبض في حولي أغنيه للسماء. من أين نبدأ؟ في الأحمد والفروانية أعانق الياسمين وأسهر في مبارك الكبير. من أين نبدأ؟ من أين نبدأ يا وطناً بحجم القلب؟ بحجم الحب يا وطناً يمتد فينا من النبض إلى النبض أغنيات. هنا أسجل اسمي صديقاً للعلماء، عائلتي تحب جزيرة بوبيان، وأنا أعشق الكويت، لغة واحدة تجمعنا، حب الكويت. وشكراً لكم. نبي شرقاوي، نغم من أنغام إربد، وهو اليوم بيننا ليجدو مرة ثانية حلم الطفولة. الأغنية أنا لحنتها، لكن بدي أخلي باسل العدوان يغنيها. باسل في الفقرة. Thank you.
تعا نتخبى من درب الأعمار مع مشهد تمثيل درامي. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اليوم ضمن قناتنا الفضائية التي تحبونها جميعا. وبما أن شهر رمضان الفضيل قد اقترب، سنقدم لكم برامجنا تباعا أولا بأول، ولكن فاصل ونواصل. عفيفة يا عفيفة، يلا يا عفيفة سجل برنامج يا عفيفة. بعدين أستاذ جيت أول جابك أستاذ، لو أني بعرف أني هنك هون كان حزبت كاسة القهوة تبعتي عشان تقنعني إياها. شو أقنعنك يا عفيفة؟ بحكم المؤسسة إنك أنت بتعرف تقنع الفنطان كثير. يا عفيفة لا تعرف أقرأ فراجين يا عفيفة. عفيفة عفيفة بدنا نسجل البرنامج يا عفيفة. أنت الوحيد اللي ما بطلعش على الهوا لايف تسجيل. عفيفة خلصيني يلا. شو بدي شغلك؟ شو خير؟ ضمني في عنيس من هون لهون. إذا في عنيس من هون ولا من هون؟ ما هو ما فيش طريق من العنيس أصلا يا عفيفة. شباب هاتوا عفيفة. إذا عنيس خلص بإيد عنيس. يلا يلا عفيفة أعطوني الطاولة يا جماعة. والآن مع برنامج صحتين وعافية. عفيفة خلصيني خلصيني مش فاضي. طيب لما جيت صور صور. وين؟ يلا يا عفيفة خلصيني يا عفيفة يلا. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم. عفيفة البرنامج بده ينبث العصر، أسعد الله مساءكم. كت حاضر أستاذ. طيب 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 أعزائي المشاهدين، أسعد الله عصلكم بكل خير. عفيفة ما حداش بده إياك تسلمي علي يا عفيفة، خلص خشي دخلي على السلافة. يلا عفيفة ما تسلميش حدا مشان الله يلا. يو أعزائي المشاهدين، أهلاً وسهلاً فيكم ببرنامج عفيفة النظيفة الأمونة. عفيفة ترى اللي بيجذب الله بحطه بالنار، خليك بالموضوع يا عفيفة يلا. شو ما في قبل ما نبدأ ببرنامجنا بحب أقدم نصيحة لكل ست متجوزة موجودة معانا هون. في أكناد ديري بالك منها زي الملوخية البامية الخبيزة. ليش يا حزمك؟ لأنه هاي الأكلات من فصيلة الحشيش. حشيش وجوزك لما يوكل منها بتحول. شو بيصير يا حظمك؟ بيصير خانوف. وهي الوحدة بتيجي وبتخونفه وبتاخده منك يا حزينة وبتصير تعيطي وبتحرقي بتروح عند بيت أهلك، وبعده بيومين ببعتلك ورقة طلاقي. وهاي من أكبر أسباب ارتفاع نسبة البطالة، قصدي الطلاق. طبختنا اليوم رح تكون مكونة من زعبورة مرمية وثومة وبندورة. عفيفة عفيفة إيطاليا يا عفيفة إيطاليا، انصحيهن عن إيطاليا الإيطاليات ما بتطلعوا. سيبوا انصحكم عن إيطاليا صح صح، بس كنا نحكي عن الحصائص الخضراء. كونوا زي عفيفة. أنا ما بطبخ إلا الأكلات الإيطالية، ما بطبخ إلا البيتزا، السباجيتي، الخبيزة. عفيفة! الخبيزة أكلة إيطالية يا عفيفة. اتقي الله يا عفيفة عفيفة. نسيت أستاذ. ارحميني يا عفيفة. نسيت. كيو. نسيت أستاذ. طيب، أستاذ اسمح لي أنا أرجعهم. طبختنا اليوم رح تكون مكونة من المرمية، من الثومة، من الجعبورة، من البندورة، من فزرة البندورة، من ال شو اسمه هذا أصلاً؟ بعدين يا عفيفة، بعدين يا عفيفة، مش مجهزة حالك يا عفيفة، مش حافظة شو السوالف اللي عندك، بعدين يا عفيفة، خلصينا. أستاذ خلص أستاذ. إيه. أستاذ أنت دائماً بتصنخ علي، بتصنخ علي. دائماً بتصنخ على عفيفة، حاسس مطبوخي، عفيفي أعملي، ما حدا حاسس بعفيفة المسكينة. أنا نفسي ألوح على البيت.
اخيك يا عمي. انقحيت اتكى عليه. ولما اطبخ الطبخه اودي له اياها احكي له تفضل الطبخه يا حبيبي. وطبخه تكون مالحه ويحكيني عفيفه الطبخه مالحه. وتعبر علي. بس معلش هو حبيبي. ولما اصير حامل وعندي بيبي احكي له بدي اطبخ لك الطبخه الزاكيه. بس هو يحكي لي لا ما تطبخ الطبخه الزاكيه، احنا بدنا نجيب اكل من برا. وانا احكي له لا مستحيل، لازم اطعميك من طبخ ايدي. لما يصير عندي بيبي ويصير يدخل على المدرسه اعمل له سندويش زيت وزعتر زي ما كانت امي تعمل لي زمان، واحط له اياها بالصنطه. واحكي له دير بالك يا ماما الاولاد ياكلوا لك السندويش تبعتك ومسادر في الدروس تبعتك. نفسي يا استاذ نفسي. طيب ممكن حدا فيكم يتزوجني؟ جنني يا ابوي، اذا بدي اضل اتهاوش معه كل يوم، اذا مع هالسلافه هاي. ايوه اولاد الحاره ما تفاتوا القسم امبارح. اذا بقول لك ابوي بتقول اولاد الحاره شو دخل القسم؟ يا اسمع اسمع فكرني انت مش مركز لك انا، احسب شو صار معي اليوم. يا زلمه بنت الله قالها تقعد معي ساعتين وربع مش عارف اظبطها يا زلمه. ولا شو هذا يا زلمه؟ بس هيك يا معلم بكون انا قفلت الحاره كلياتها. حارتنا ولا ظلت فيها انثى الا وظبطها. احسبك ابو النسوين. شو معلم انا قاعد مع هتلر؟ شو دخلت الحارة وسيطرت على الحارة؟ هتلر نسوين بس بدون شراوي. معلش اسألك سؤال، بس اسألك سؤال معلش. البنات شافوا شكلك؟ اذا بالله عليك لو انهن شافن شكلي بيحكي معي. لانه عم بتقول انه بتشبه كيس المغذي يعني مش عارف تطلع عليك. بتروح بتجيب لك صورة ممثل اجنبي وبتكدحها كفر يا معلم وبتجيب سلالة صور وخلصت فكك. ما انت عارفني قلبي اني جسمي لساني ملس يا معلم بلسان فيسبوك هذا هيك بده. الله يجيبك يا طول الروح. بس اسمع عن جد انا ترى من خمس ايام بردش عليك لانه كنت مشغول. زبطت الحاره اللي ورانا والحاره اللي على شمالنا واليوم زبطت الحاره تاعتنا كلياتنا، هيك مبدئيا ولا ضل مره الا زبطناها او بنت. اي شيء بدك اياه من الحاره قول لي بعطيك الرقم. طب معلش غلبك قول لي الرقم عندك. رقم؟ طب هات يلا تفضل صح 07 9 9 7 7 معلم هذا رقم زين وانا امنيه وانت عارفني مش فاضي بسرعه على مين الرقم هذا؟ هذا رقم اختي. كيف؟ مش مسيطر على الحاره اللي جنبك؟ محض الله يا زلمه اشك شو مالك يا زلمه؟ بقول لك انت صاحبي يا زلمه بتتخوت قاعد؟ بقول لك شو رقم اختك يا زلمه؟ وكان بس هيك بعندي راسي بس امرق من باب دارك يا زلمه، فعلا انك ما بتستحي والله العظيم يا زلمه. نشأت؟ شو مالك يا زلمه اصحى شو رقم اختي؟ وكان بظبط كل الناس وكل الدنيا وكل العالم الا انت يا زلمه، انت صاحبي. ايه
خلص ركز معي. انت معصب سيدي، والله ما لك غير ترد علي وعلمك انا واجيب لك هيك صبيه مرتبه تفضفض لها. اذا انا ما بحبش النسوان، انا ما بديش بنات، انا بقول لك مشكلتي مع ابوي، انت بتقول لي قاعد نسوان. اذا طيب ابوك، اذا ما ابوك بنشوف وحده امها متطلقه او ميته وبنظبط الوضع يا زلمه، شو مالك؟ اي رد علي انت، رد علي. لا رنوش كيفك؟ هاي إيه؟ شو مالك يا زلمة؟ ما تعرفها. إذا شو من وين بعرفها؟ رنوش يا زلمة. معلم اصحى اصحى، مش أنت امبارح جاي اللي طالع مع بنتي اسمها رنا؟ آه. إذا فعلا إنك تفتخذي يا زلمة. هاي بيبي. ليه؟ بيبي اضحك بسرعة بسرعة. ايه مالك يا زلمه؟ بتصور معاك ولا ايه؟ روح قشطه من ورا. سلام سلام يا اختي. يعني انا خلصت منه جيتيني انت قبل ما مسكت التليفون؟ اوف مالك هيك منكد ومعصب؟ بعدين انت ما حكيت لي شو في شيء جديد فيا، ما حكيت لي شو اخبارك كيف حالك؟ مش شايف تسريحتي جديده؟ ليش؟ ما هو كل اخبارك على الفيسبوك، ما فيش داعي اشوفها. يعني ما فيش داعي على مؤاخذة، زي امبارح منزلي صورة انت قال هاي بنصح الصبايا يستخدموا الشامبو هذا جديد، عادي شامبو حقه لتين ونص، شو بتنصحيهم فيه؟ مو بتداوموا بالغذاء والدواء؟ قال هاي شو رايكم بالمينيكير تبع جرين؟ حلو؟ هذول جرين حوافر، هذول حوافر هذول. قال يا هاي طلع بس قاعدة بتاكل من الحاوية، عادي بس شو يعني وين بتاكل؟ بالكي اف سي؟ شو هالجنان هذا؟ مرض مرض هذا، بحب احكي لك. بيبي هاي الموضة انت شو بعرفك؟ قال شو رايكو اختار الكندرة السوداء ولا الكندرة الذهبية؟ ايش؟ مالكو؟ مالكو جماعة الخير؟ مش هيك مش هيك ال ال ركزي معي. شفت صورتي امبارح بالليل؟ بعدين سؤال سؤال اسألك سؤال، اشمعنى يعني ليش الصور قاعدة بتاخذيها انت بالحمام؟ مبين مبين انه سيراميك وراكي ودجاجة ابوك معلق على الباب. جننتني، مش البوينت الحمام، البوينت اني بدي اطلع شعري وهو مبلل بيطلع شكلي غير. هذا شعرها؟ من كشي هاي كيف يطلع عليها؟ وعندي الوف اكثر منك. بدكش تركزي معي، يعني انا خلصت من هذا متهاوش مع ابوي وانت قاعده هون كمان بتلعبي لي بالتليفون. عمو هذا الموضوع بطل يزبط معي. يا بتستغني عن الفيسبوك والتليفونات هاي، يا ما بتستغني عني، واحدة من الثنتين، باي. مش هتنازل عنك ابدا مهما يكون. ولا انا بس بتنازلش عنك، بس خلص عصبية وفيسبوك و يعني ممكن اتخيل حياتي من دون. ولا انا اتخيلش حياتي من دون. معقول ارد على هذا المتخلف واغيرك انت؟ تلفون ابو بي انا اي ساعه فكرت تحكي معي تحكي مع التليفون قاعده؟ ليش شو فكر حالك حبيبي؟ ابى بدله فيك فعلا انك ما بتسع حالك يا زلمه، ولا بتعرف تظبط بنات ولا على بالك يا زلمه. اجيت والله وشافك. شو مالك؟ اسمع معلم، انا قررت اني اسيطر. استنى ما لحقتي. قررت اني اسيطر على الحارات معك. سيطر على الحراك معي. خلص ما بدي اجيب فيسبوك وواتساب وهذا انستغرام. ايوه وبدي اصير انزل كمان صور فضايح وكل شيء. فيبر كمان كاش تجيب. بدي اجيب هذا الفايبر هذا. صاحبي انا تبت على ايدك يا زلمه كما تدين تداني يا نشا، صح ولا لا يا جماعه؟ اللي بدنا نعمله بكره راح ينعمل فينا، والكاس اللي بدنا نذوقه للناس اخرتنا نشرب منه. خليك صاحبي زي ما انا زي ما انت. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، نتمنى أن نكون قد وفقنا بما قدمنا لكم. وبالنسبة لهذه القناة الفضائية إن شاء الله ما بظن فيها بإذن رب العالمين، ما بيجي شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان ونفر القناة، اللهم آمين. ويبلاه بنار وسعار، مش حار وش حبار، ويبلاه بصياح ونياح ودق رماح، ويبلاه بطرش وعمى وكرساح، ويبلاه ببرق ورعود وطلق بارود، ويبلاه بالفالج ومرض انفله وانزل خنازير الدارج وما يلاقي له معالج، ويبلاه بشوال زقرط ياكل ويفغم تغم ويمعط ويمرط ويزرط ويصمت تا يصير لسانه يقرط ويطلع من ضيق ويدخل ب600 ضيق
و66 بريك يشربهن وما ينبن الريك اللي بده ضل بها القناة. يا ابو حسين نشامة ورح نبقى نشامة، نرفع راية نعلي الهامة، نشامة على الأرض العربية فينا العز فينا كرامة. هي أغنية كتبها الشاعر يوسف نادي ولحنها الفنان نبيل شرقاوي ويغنيها الطفل الموهوب باسل العدوان.
وراعي بداية مسيرتنا، والذي سوف يشاركنا مشوارنا الطويل، نقدم له التحية والتكريم. سعادة الدكتور أحمد النعيمي سوف يقوم بتقديم درع شكر لراعي حفلنا الدكتور حمد، أضيف الدكتور صالح العقيلي رئيس جامعة الجدارة. الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الجدارة صالح العقيلي يكرم سعادة السفير. من جامعة الجدارة إلى المحور إلى الدكتور أحمد النعيمي. يكرم الطفل الموهوب باسل فؤاد العدوان. يستحق. المحور ايضا يكرم الطفل الموهوب عز جمال الخطيب. سعادة الدكتور محمد صالح سفير دولة الكويت الأكرم، أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، يعني مرة أخرى اسمحوا لي أن أرحب بكم في لحاب جامعة جدارة في هذا الصباح الجميل أجمل ترحيب، وأبارك لكم حفل الإعلان وافتتاح المحور اللساني العالمي للطفولة، وأتمنى لكم التوفيق. واسمحوا لي باسمكم جميعا أن أشكر سعادة السفير على رعايته لهذا الإعلان وهذا المحور. وحقيقة سعادة الدكتور معروف للأردنيين جميعا، فهو أكاديمي بالدرجة الأولى وسفير ويشارك الأردنيين في أغلب المناسبات، وله دور كبير في جعل العلاقات الأردنية الكويتية على أفضل وجه، وهي الآن من أروع ما يمكن ودائما، وله دور كبير في ذلك، ونقدم له التحية والشكر باسم الأردنيين جميعا. وهو معروف برعايته للعديد من النشاطات والفعاليات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
وبلادنا ان شاء الله غير تضل بخير بقياده قائدي البلدين اللي نتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح. جامعه جداره كمان مره بترحب فيكم، واليوم شفناه شيء رائع جدا، وانا بكرر تقديم كل امكانيات الجامعه في كل الاوقات للمحور. اي نشاطات، اي فعاليات في الشمال، اي ايش بتطلبوه اعتبروا الموافقه جاهزه. شكرا لكم، الله يعطيكم العافيه، السلام عليكم.